كابتن شريف، النتيجه معقوله بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن الحسم زي ما قلنا في المباراه الثانيه. ده كلام مظبوط، رغم الغيابات المؤثره الفريق فيها والاجواء اللي هي في الملعب ده كله والترتان واصابات داخل الملعب كمان والرطوبه والفريق اللي انت بتلعب بيه كمان نص ملعبك، انت بتالف نص ملعب او بتشكل نص ملعب مش المعتاد بتاعك، انك انت يبقى عندك البلاي ميكر وعندك الديفندر و معرفش مين، واحنا قاعدين يمكن بلال قال لو لعب 4-2-3-1 كان يبقى افضل من الطريقه 4-3-3 دي، اللي انت ممكن في اي باص في الثلاثه دول يتضربوا بوانتو، واحنا شفناها اكتر من مره. ولكن ملعبك هنا ان شاء الله بجماهيرك ال 50,000 ان شاء الله اللي هيبقوا موجودين هيبقى في شكل تاني، النجيل الطبيعي، تحركات لعيبتك بنفس الروح اللي لعبوا بيها النهارده الحقيقه. صحيح، النهارده كان عندهم عاليه جدا، عندهم اصرار النهارده وعندهم اشتراك وعندهم في 7 كورنر أو 8 كورنر علينا من الفرقه دي، اعتقد احنا خدنا منهم حاجات كتيره جدا، وفي عرضيات النهارده ربيعه غير ربيعه اللي كانت الكوره بتنط، ولا ده بيشترك على طول في كل كوره. محمد هاني مجهود كبير، علي معلول، سليه برضو ادى اللي عليه، عبد القادر في اول شوط، وسام ابو علي يحاول يقدم اي حاجه، ولكن التشكيل اللي هيبقى باذن الله موجود في مصر ده هيبقى تشكيل نص ملعب جديد خالص، لان عندك اصابات كمان مش هتقدر تسمح لك. اتنين منهم اصيبوا، اتنين اصيبوا من اللي ابتدى بيهم، يعني بالظبط عندك استعداد للعيبه مع نفسها كمان، يعني كل لاعب يعرف ان المباراه اللي هنا في مصر دي بتوصله للنهائي، لبطوله. صحيح، النهارده هنتفرج على احد الاطراف الترجي، هيكون ليه حظ يعني، اذا كان الترجي انا براهن على الترجي ان هو اللي هيبقى ان شاء الله في يعني باذن الله يبقى الاهلي والترجي، انا العب في اجواء مصريه تونسيه كويس احسن ما اروح العب في برضه في افريقيا، افضل انا في افريقيا في وبعدين يجي يقول لك تعالى العبك الساعه 3 إلى 10 يعني حاجه، خدها واحده واحده، احنا ناخدها ان شاء الله واحده واحده ان شاء الله باذن الله هنخلص، استنى بس الماتش العوده ان شاء الله باذن الله هنخلص. انا كنت اتمنى النهارده طبعا ان احنا نجيب جول ان شاء الله، نطلع 1-1 او اي حاجه كانت هتبقى فارقه معانا كتير جدا الحكايه دي. اللعيبه عموما في الشكل، مصطفى شوبير طبعا ما شاء الله الله اكبر ربنا يحفظه، يعني بقى عنده ثبات انفعالي يسمح له بالاداء اللي احنا بنتفرج عليه ده، لا يهاب الموقف، لا يهاب الانفرادات من عن قرب كمان من خط السته من اي زاويه، شايف الراجل اللي معاه الكوره عامل حساب كل هجمه بتيجي، باستثناء حاجات بتبقى دايما خطر، يعني الكره اللي احنا قلنا لازم يقول شوبير ويطلع، لا في الترتان ممكن الراجل يجي بين بينه هو وهاني يروح عامل لنا من وسطيه اسرع وجايب وشه، ومحمد هاني مش شايف او ربيعه مش شايف، تبقى مشكله كبيره وهنحمله ساعتها تاخر في الطلوع والكلام ده، ولكن هو اعتمد على الناس اللي بيلعبوا في المنطقه دي وبالروح ده. بشكر اللعيبه على الحقيقه، وبنشكر البعثه كلها يعني على التحمل المسؤوليه في المباراه، الفنيات والتقييم وكل حاجه ده خارج عن امكانيات الملعب او امكانيات صحيح. المباراه كلها يعني اذا كان بالفرقتين، والفرقه دي زي ما كلكم قلتوا هتبقى شكلها حاجه تانية برضو هنا في مصر طبعا، مش دي الفرقه بس اللي احنا شفناها على فكره، نفس النتيجه دي خلص بيها المباراه دور الثمانيه بينه وبين بيترو اتلتيكو على ملعبه، تعادلوا 0-0 وفي لقاء العوده هو فاز على بيترو اتلتيكو هناك 2-1 فهو بنسميه كيلينج الهاف تايم الاول الثالث بقى اللي هو في اللي هو 1-2 يعني 1-2 يعني ما تسمحش لاي حد يبقى مشاركك لاخر المباراه او حاجه زي كده، ونقول يا ريت اللي جرى مكان، فبالتوفيق ان شاء الله والحمد لله على النتيجه دي، برضو النتيجه مرضيه جدا، نشكر زي ما قلنا الناس والناس اللي استقبلت فرقتنا وبعثتنا باذن الله، وباذن الله هنا يكون الحظ اوفر باذن الله.